هاخد حضراتكم لموضوع هو مش بعيد قوي عن اللي احنا بنتكلم فيه، واحنا بنتكلم عن تطوير المواني وبنتكلم عن المناطق الصناعيه الاستثماريه المرتبطه بالمواني. حصل لقطه الحقيقه امبارح في يعني دبي تحديدا، لكنها مرتبطه بمصر او هي الحديث فيها يدور عن مصر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان موجود في منتدى بيترسبرغ وتحدث عن مشروع لانشاء منطقه صناعيه روسيه في المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس في مصر. تعالوا نسمع مع حضراتكم أو نشوف الفيديو دوت، وهو كان يعني عبارة عن واقعة بتحصل في الجناح الإماراتي اللي موجود في منتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي امبارح الجمعة، ونرجع فهم حضراتكم إيه اللي دار. المشروع وعد فيما يخص بمصر إقامة منطقة صناعية هناك. وعارف كذلك عندنا فكرة في إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات. أعتقد بمعاونة أصدقائنا بإمكاننا تحقيق ذلك. ممكن في خطة الرئيس أيضا تكون تعاون ثلاثي إماراتي روسي مصري مشترك. Вообще можно подумать о трехстороннем сотрудничестве. Наша с вами и египетская. Не забывайте, что мы очень активно инвестируем в Египет. Да, я знаю. Но можно с президентом найти поговорить. Мумкин, но на Кашхадр Молдова, Раиса Сиси. Хороший день. هو كده تدار الاقتصاد وتدار الأمور التجارية وبيتفتح باب للاستثمار في قاعدة صغيرة أو في جملة صغيرة أو في محادثة صغيرة بين زعيمين أو رئيسين اتجاب فيها سيرة مصر، تم الحديث فيها عن تعاون ثلاثي ما بين روسيا والإمارات ومصر في منطقة استثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. زي ما شفنا في الفيديو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان موجود في الإمارات بيتكلم مع الشيخ محمد بن زايد عن يعني منطقة استثمارية أو مشروع كبير وضخم، زي ما هو تحدث أو عباراته كانت بتقول مشروع كبير وضخم بيتم في مصر. على طول التقط طرف الخيط الشيخ محمد بن زايد وقال له طب ليه ما يكونش المشروع الضخم اللي بيتعمل في مصر دوت تعاون ثلاثي ما بيننا احنا التلاتة ونشتغل فيه احنا التلاتة مع بعض. فقال له يعني كده بمعنى الأمور يعني ليه لا أو إيه اللي يمنع. هكذا تدار الأمور، ده اللي بيفتح مجال الاستثمار وده اللي بيفتح أفق أوسع للاقتصاد. لو ما كانتش مصر اشتغلت على الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لو ما كانتش مصر اشتغلت على المشروعات العملاقة، ما كانتش سيرة مصر هتيجي في قاعدة أو في منتدى بيترسبرغ للأعمال، أو ما كانتش سيرتها هتيجي والناس بتتكلم عن أفق وفرص للاستثمار في العالم النهاردة. الكل يعلم أنه مصر هي فرصة كويسة جدا وساحة كويسة جدا للاستثمارات بكل التنمية اللي بتحصل فيها وبكل المشروعات الاقتصادية اللي بتتم فيها. المشروع دوت مشروع مهم جدا لأنه هيفتح باب للاستثمارات الروسية في مصر. الحديث يدور عن مفاوضات تجري من سنوات، الحديث يدور عن مكان هيبقى يعني مركز لوجستي ومركز للتجارة والاقتصاد وعمل الشركات الروسية من داخل مصر وتحديدا من منطقة الاقتصادية لقناة السويس. نتعرف أكثر على هذه التفاصيل وأهمية هذا المشروع من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام مساء الخير. مساء الخير أستاذة هبة، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. وماذا نعرف عن المشروع اللي بيتم الحديث عنه، المنطقة الروسية أو المشروع الاستثماري الروسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ هو يمكن زي ما حضرتك اشرتي انه مجهود كبير للغايه بذل خلال السنوات الماضيه على محورين. المحور الاول هو اعاده تاهيل مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر وبشكل خاص المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، باعتبار انه هو التخطيط انه هذه المنطقه تكون محطه ارتكاز اساسيه للاستثمارات اللي مش بس هتخدم على الاقتصاد المصري لكن هتخدم على القاره الافريقيه والمنطقه العربيه. والامر الثاني انه الحقيقه في تفاهمات مع عدد من الدول العظمى اقتصاديا، بنتكلم على الصين بالفعل في منطقه اقتصاديه صينيه وايضا المنطقه الروسيه. الحقيقه الحديث بشانها بدا منذ عده سنوات لكن يمكن كان في بطء نسبيا في تنفيذ الاستثمارات في المنطقه الصناعيه الروسيه. واتصور انه حينما يفتح الحديث في الوقت الحالي في ظل ظروف اقتصاديه صعبه بتواجه المجتمع الدولة ككل بالتأكيد هيكون مسألة هامة للغاية، لأنه بالفعل مصر من أكثر الدول جاهزية للاستثمار بحكم البنية الأساسية اللي هي أنفق عليها 8 تريليون جنيه خلال
الاعوام التسع الماضيه. وبحكم يعني الاجراءات والتسهيلات الكتير اللي اتعملت في مجال استثمار وتسهيل اجراءات الرخصه الذهبيه الشباك الواحد، يعني قطعنا الحقيقه شوط طويل في المساله دي. صحيح، ونذكر للساده المشاهدين بال 22 قرار اللي خده مؤخرا المجلس الاعلى للاستثمار وما تلاه من سواء كان القرارات اللي اتخذت على مستوى مجلس الوزراء او حتى داخل كل وزاره على حده في اطار التنفيذ الحرفي والدقيق لكل ما اتخذ من قرار. وبالتالي نقدر نقول انه الحقيقه الحكومه بتجاهد في مساله جذب الاستثمارات، اخذ في الاعتبار انه الحقيقه في مشكله في تدفق فلوس على المستوى الدولي. لما مصر تحظى برقم مهم بالتاكيد ده هيكون اضافه كبيره للغايه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار.